السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أحبائي، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وأهلا وسهلا فيكم في أولى حلقات برنامج مطبخ العيلة في رمضان. بنرحب فيكم في هذا الشهر الفضيل، ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات، الصيام والقيام. تحياتنا لكم أينما كنتم تتابعون. بلشت التعليقات قبل ما نفوت بالحلقة، تحياتنا لكم جميعا، تحية للكل بتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على شاشة الحقيقة الدولية الأقرب إليكم. تحياتنا لكل الزملاء، يعطيهم ألف عافية. صار لنا كم يوم بنحضر لموضوع المطبخ، ومع ذلك تأخرنا شوية على الطلعة، المفروض هي من الساعة 1:30 لغاية الساعة 3. تحياتنا لكم أعزائي، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام تبع ألف خير يا شيف. أنت بألف خير معنا يا رب شيف عمر الحجاوي، طبعا أطول شيف في مجموعة الشفاف اللي في العالم. خلينا نسيبنا من الطول. كل عام وأنتم بخير يا رب. صحة وسلامة يا رب. الله يخليك. طبعا برنامج مطبخ العيلة في هذا الموسم، يعني بنرحب في كل اللي معنا على اللايف الآن واللي بتابعونا من داخل وخارج المملكة، لأنه في ناس كتير اكتشفت في رمضان الماضي بتابعنا من خارج المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتنا لكم جميعا، ابعتوا بتعليقاتكم بالشير، وبدنا نكون يعني على قد المسؤولية احنا وياكم. ماشي، ابتدت حلقتنا معكم لهذا اليوم. يلا يا شيف، شو بدنا نطبخ اليوم؟ بقولك يا بيضة يا خضراء. هيك رمضان كل حجاتنا هيك. هيك اليوم رمضان. مخشي ان شاء الله. ايش هو مخشي؟ مخشي كوسة بلبن. في ناس تعرفها مخشي وناس تحكي لها كوسة بلبن، او في ناس بيحكوا له شيخ المحشي. شيخ المحشي صح 100%. ولا ها، عشان تعرف انه انا بس ضليع. شيخ المحشي سورية هي شوية بتكون. ما هو معظم اكلاتنا هي يا من هون يا من سوريا يا من لبنان. انا امبارح جيت صح، انت لساني ما كان ثقيل وكنت بحكي وبسوي. بقى لسانه طلق ما شاء الله. ليش على رمضان بصير في هيك؟ لسه اول يوم وفينا هيك، كيف يعدي علينا 10 ايام؟ طبعا بالله بناخذ جثه هامده عن الارض. معكم من هنا لاخر 10 ايام، يلا سيدي منسوني. نبلش بحلقتنا، طبعا لا اعطينا الشباب المقادير ولا شيء. كمان ولا شيء، ولا شيء. خلص هينا بنسولف احنا وبنشتغل. طيب. معلش سامحونا الحلقه الاولى هاي، يعني التحقنا شويه وما عندناش وقت اصلا احنا. نص الطبخه تطلع. ايوه بجوز نطبخها او ما نطبخها، انا من رايي يقلي بيض. لا نحاول نستعجل قد ما نقدر يعني. يلا يا سيدي. بس مبدئيا راح ننعم بصل ونحطهم مع اللحمه بالقلاي، ونحط عليهم بهارات اللي هي ملح وفلفل اسود وشويه قرفه. وبهارات مش مشكله، بحط شوي صغيره، في ناس ما بتحط وفي ناس بتحط. وبنستويهم وبعديها بنشويهم. بنشويهم. نور اسلام تبالي انا برمضان بص. والله ما حكيت. لا بنحشيهم وبنقليهم بالمقلة، وبعديها بنعمل صوص اللبن وبنغطس الكوسه فيه. طبعا كل عام وكل اهلنا في داخل الاراضي الفلسطينيه وفي قطاع غزه كلهم بالف خير، ان شاء الله ربنا يعني دائما يكون معهم عون ويكون لهم سند دائما، يرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم ويخفف عنهم البلاء يا رب العالمين. اهلنا في غزه قلوبنا دائما معهم، وربنا يثبتهم ويحفظهم يا رب دائما وابدا. واحنا بنحكي لهم اسف على مناظر هالاكل بصراحه. طبعا يعني طبعاً. من كل قلبي طبعاً. هذا لا الشيء. والله هم بيطلعوا بفيديوهات بيحكوا يا عمي عيشوا حياتكم، بس ما تنسونا والله. ما بنقولكم والله انهم جبارين اكثر منا، كذا ما بنقولكم نوحوا علينا، لا احنا اللي صار فينا الحمد لله قضاء الله وقدره، لكن وتخاذل شوي يعني شوي بس. خليكم معنا، ما تنسونا عيشوا والله حياتكم انهم جبارين. انبسطوا عيدوا رمضنوا. عمان المرة هاي تختلف عن كل عمان في رمضان، احبال الزينة وامور الزينة على البيوت كثير قليلة، وهذا يدل على شيء، يدل على التضامن مع اهلنا داخل فلسطين. تحية لكل اللي بتابعنا، خلينا نحكي اسماء. هدى حمدي من اول الناس اللي تابعتنا، دعاء ام فارس الكعابنة، وفي عنا اماني، وفي عنا زين، وفي عنا نائل الذيب، حبيب قلبي يا ابو نائل، يا ابو صالح، خالد ابو خجيل، تحياتنا لك يا خالد ابو خجيل، وام نواس، ام فراس الترك، ودعاء ام فارس الكعابنة، ابو ركان السباعي، ابو ركان تحياتنا لك يا ابو ركان، وام جمول الكرد، يعني اللي كانوا معنا في السنة الماضية تحياتنا لهم، ويعني احنا دائما بنفتخر فيكم اللي بتتابعونا
يعني على مدار المواسم كاملة. يا شيف يلا راح ننزل زيت. ايوه زيت طعام طبعا انا محمل قلايات عشان السرعة. زيت نباتي. ايوه افل انا زيت متره القميص اول لبسه. راح ننزل بصل. ايوه البصل اساس الطبخة صح؟ اول بصل وانا صغير ما كنتش احب البصل على الاكل، بس أنا اكتشفت بس كبرت انه اهم شيء اهم مكون في الطبخة البصل. البصل ها؟ والله انا لليوم الفريش بتضايق منه بصراحة ايام. الفريش يعني بيختلف شوية. بتعرف انه البصل بس تقليه، يعني هاي البخرة هاي اللي بتطلع الان من البصل والزيت اذا علقت بملابسك ما بتطلع الا بالغسيل، يعني لا بعطر ولا بإشي الا بالغسيل، وغسيل ايش؟ مكثف. انا افلها. لا خلص ها. انا متعود. ابو ركان سباعي تحياتنا لك. جلال حياصات تحياتنا لك يا جلال. يا ميت اهلا وسهلا. ام احمد عميره تحياتنا لك يا ام احمد. وعمر كلوب حبيب القلب يا عمر. ربا تحياتنا لك يا ربا. والله نورك يا عمر كلوب، نورك حبيب القلب. هيثم عدت الله. هيثم انت رجعت، حياك الله يا هيثم حبيبي. يا هيثم الله يسعدك يا رب. زميلنا هيثم بدنا نخليه يذبل شوي وننزل عليه اللحمة. تحس حالك رشحت من البصل بس قطعه. ابو موسى عوار تحياتنا لك. نوال الغانم كل عام وانت بألف خير يا كريم الجيوسي او كرم الجيوسي. ام فادي تحياتنا لك يا ام فادي. طبعا حافرين الكوسة ومنظفينها ومزبطينها لانه ما معنا وقت. يعني حافرين الكوسة وتأخرنا، كيف لو بدنا نحفر الكوسة يعني كمان. تخيل كان فتنا بالحيط. ام سند شو اصل هالاكله هاي بتعرف ولا بدون احراج؟ سوريه اكثر السوريه بحبوها. لا بحبوها بيختلف عن هم الاصل. لك انا ما بحبها انا بالنسبه لي بلبان. يا محترم انا نفسي اربح من زمان. حد حيشه اربح. انا كثير لك لا اربح يا اخي انا ما ليش دخل. رمضان كريم كل عام وانتم بألف خير. ابو موسى تحياتنا لك. راح ننزل لحمه مفرومه. طبعا يا اخوان اللحمه المفرومه يعني روح قلبها البصل. زي ما بيحكوا لك هيك بالضبط. الكوسيات هذول تقريبا كل كيلو او قديش بده لحم؟ يعني كل حبة بدها نحكي 50 جرام 60 جرام 70 جرام حسب حجمها. أيوة الكوسة بتيجي في أحجام صغيرة وأحجام كثير كبيرة. أيوة يعني ها كيف شو؟ ما بتقدر حسب يعني هاي قديش تأخذ هاي قديش تأخذ بتأخذ مصوقية ما فيش مجال. تقبل الله منا ومنكم الطاعات يا نوال الغانم تحياتنا إليك. مبدع والله الشيخ رهف تحياتنا لك يا رهف. انا لو لابس المريور كان فت معك بس انا بدي اعذرني يا صديقي. احنا راح نجيب تنكي وهنا مع حطب ونصير نشتغل عليها. ام طارق الزرو تحياتنا لك يا ام طارق. طب خليها لانه بدها شوية وقت. بدنا نتسلى شوي على السلطه. افرمها واحضرها بعدين بنعطيك المقادير بس انه يجي نخلط بالاخير. ايوه هيثم حبيب قلبي. يا هيثم الله يرضى عليه الله يسعد قلبك. كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. تحياتنا لكل اللي بتابعنا عبر
مواقع التواصل الاجتماعي وايضا عبر شاشه الحقيقه الدوليه. ما شاء الله عليكم، معظم اللي بيتابعونا الان على مواقع التواصل الاجتماعي معظمهم من السنه الماضيه كانوا يتابعونا في برنامج، ومن السنه اللي قبلها بيتابعونا. جائزتنا هي عباره عن تعليق الذهب لبيبي، تعليق الذهب بيبي، مقدمه من محلات الاخوه الدكتور موفق عضيبات. تحياتنا لك، شكرا لك يا موفق عضيبات، لكن ما راح نسحبها اليوم، راح نسحبها في حلقة يوم السبت إن شاء الله، في حلقة يوم السبت إن شاء الله راح نسحب الجائزة، وخلال الأيام القادمة إن شاء الله راح يكون معنا جوائز يومية وفورية من برنامج مطبخ العيلة، راح يكون معنا جوائز يومية بإذن الله تعالى. طبعا السلطة عندنا اليوم سلطة حلوم، سلطة راح يجي فيها خيار وبقدونس و اللهم صل على سيدنا محمد وحلوم وبندوره. والله جاي والله اقسم بالله، ودبس رمان. خلينا افاجئهم فيها شوي لقدام، أورجينة. بس انا حبيت اعطيهم لمحه هيك سريعه. ورجينا يا سيدي ورجينا. عندنا نوع حلو بس الله العليم يعني منلحق ولا ما منلحق. اذا سكتنا اخر الحلقه اعرف انه ما لحقنا. ايوه لا لسه معنا وقت، الساعه لسه 2 الى 10. ساعتين الى 10 لسه معنا وقت، براحتك اشتغل براحتك يا شيخ. طب تعال اعلمك طريقه عشان هذا بلوج هيك بس يجي. طب حط حرك معك كثير اساعدك في نعمل هيك. ايوه هيك بطل بطل، هاي احسن من الاول يا زلمه. من الطلعه عقل زينه، الله عقل زينه يا جماعه، اللهم صل وسلم. انا كنت حاطط بس مبلت بصراحه. دعاتك يا شيف ورجينا، بقوله ها شو يعني تلعب بالسكاكين انت من هسه بزت لي بقوله ابداعاتك جوري احمد، تحياتنا لك يا جوري. ناديه عواد تحياتنا لك، وغنى المصري او غنى ابو ركان السباعي، ام احمد عميره، غانم الغانم تحياتنا لك يا غانم، حياك الله. ام شادي صبح، ام شادي صبح تحياتنا لك. ام عدنان البدوي تحياتنا لك. يا اخي اول يوم صعب صح ولا لا؟ انا لسه بلا مش فاهم يعني. هو رمضان جميل، انا في كل صاير ايامه وفي كل ساعاته وفي كل لحظاته اكيد يا جميل جدا، ويوم الخير ويوم يعني شهر الخير شهر الرحمات، فهي رساله لكل الناس يعني. طبعا انا بوجه التحيه لكل زملائي اللي موجودين في الجاليري، صهيب فقاطقة ومحمد دلات وزميلنا محمد العثامنه ايضا اللي بتواجد معنا في حلقتنا اليوم، ومن كاميرا لكاميرا ما شاء الله يعطيك الف عافيه، وكل التحيه لكل الزملاء. معنا زميلنا الرئيس تحرير الاستاذ عبد الكريم الزعبي، تحياتنا لك، كل عام وانت بخير، رمضان كريم ينعاد علينا وعليك بالخير استاذ عبد الكريم الزعبي، استاذ عدنان وكل استاذ عدنان رئيس التحرير، كل التحيه لكم جميعا. كبكب 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 صار لنا يومين مرتبان جديد، بنمسح مرتبان جديد، بس نعمل هيك بخرب العرس. المرتبان جديد الحجه مش متعود افتح لسه. في مثل مصري بتعرف شو بيقول؟ ايش شو حجة الرقاصة؟ الأرض مايلة صح؟ كل التحية للأستاذ عدنان رئيس هيئة التحرير مرة أخرى، ولكل الزملاء في الحقيقة الدولية والعميد الحقيقة الدولية الدكتور زكريا الشيخ، تحياتنا لك دكتور أينما كنت خلال أيام هاي. أنا عارف أنك مشغول جدا ومن منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان. خلينا نبهر، تحياتنا لك، بهر يلا بدنا نملح ونحط القرفة، ما تكثروا قرفة. القرفة إذا تكثروا راحت الطبخة كلها. ليه؟ يعني مرة مرة بس إذا كثرت بتمرر. إذا كثرت بتمرر. أيوة ملي.
حطينا الملح والفلفل وهي فلفل اسود وهي فلفل اسود بس والملح بس. اللحمه لا تبدعي في البهارات ماشي يا اختي؟ ممكن تضيفي بهارات مشكله ممكن بس ممكن. اللحمه ما 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 تغمق في البهارات اوكي. في ناس مو طبيعيه بهذا الشيء اه بتحس انه الموضوع صار فيه اتقان عمل وفي الف شغله وفي بيطلع اسكى كثير وانا شاطره خليني ساكت. انا ما حدا يحكي معي في الطبخ خليني ساكت وانا معي اثنين دان مطابخ ايوه انا ما حدا بطبخ زيي بموتوا على اكلاتي. اسمع في ناس بتزعل في ناس تاخذها شخصي في ناس بتزعل عادي جد. الموضوع بتزعل خلص هي هيك تفكيرها هيك استوت اللحمه هيك خلاص خلص بس حرك اللحمه يلا كل ما تروح الكاميرا انا بشيل من وراي الله يعينك انت ليه بتفضحني يلا يا سيدي يلا ميساء السمهوري تحياتنا لك فلسطين حرة تحياتنا لك ان شاء الله تبقى فلسطين وستبقى باذن الله حرة بإذن خليها بس تبرد شوي عشان ما تحرق وقلنا ايدينا ايوه يعني الافضل يعني شيلها هاي فهو شهر الخير دائما لكن اول يوم عياره عدى اول يوم انتهى صح بصير اسهل شوي ولا انت انا حاسس حالي مش مخلص السنه الماضيه يعني رمضان السنه الماضيه حاسه شغال لسه علقان معك لسه حاسه شغال نوال الغانم تحياتنا لك يا نوال زي ما حكينا جائزتنا راح نسحبها يوم السبت في حلقه يوم السبت وهي عباره عن تعليقه ذهب للاطفال عشان ما تقولوا احنا جايبين أونصة وجايبين سلسال حلبي 3 متر 2 كيلو ذهب 2 كيلو ذهب والجائزة عبارة عن دونم هريسة في عمان الغربية وحنفية قطر لا عبارة عن تعليق الذهب بيبي مقدمة من الدكتور موفق عضيبات صاحب محلات روضة ومدارس أيضا له محلات ذهب وله أيضا روضة مدارس زودونا بالاسم شباب عشان نذكر له إياهم هذا وجب علينا وحق علينا لأنه هو مقدم لنا جوائز كل التحايا له الدكتور موفق عضيبات يلا يا سيدي سلطتك عبارة عن خيار بندورة بقدونس دبس رمان ليمون في عليها سمسم, سمسم. زيت زيتون زيت زيتون بلدي جبت وآخر إيش بنحط عليها الحلوم الحلوم حلوم من حمصه شوي هيك بقلاي بس ياخذ لون ذهبي أيوة. وبعديها بنحط العصر يتغرق في الزيت في ناس بتغرقوا في الزيت في ناس تشويحه لا 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 بس, بس تشويحه هيك تغير بتغير تحطه بتغرقه بالزيت بيطلع طعمه بتروح الملوحه وبتروح الدنيا ببطل حلوم بيسألوني استاذ خالد يكون موعد البرنامج الساعة 12 والله يا جماعة لا احنا وجدنا انه هذا التوقيت يعني هذا التوقيت جيد يعني بتكون الناس صحيت يعني في رمضان الناس تكثر من النوم يعني تكثر من السهر فبالتالي تكثر من النوم فساعة واحدة ونص بتكون الناس صحيت وخاصة الستات البيوت يعني صحيت 100% بتكون هو مزبوط بده حدا يضل رايح جاي قدامه مين؟ لا انا اديت ابلش في الهاي بس حسيت حالي اني راح اتحرك كثير ايوه شيرونا يا جماعة شيرونا والتعليقات بزيادة باذن الله وشيروا كمان شيروا بعد دقيقتين راح نطلع الفاصل الاول في حلقتنا لهذا اليوم وزي ما حكينا روضة مدارس حواء وادم النموذجية هم هو صاحبها دكتور موفق العضيبات ومجوهرات الأخوة في جرش كل التحية لك وشكرا لزميل أبو عون عيسى المقابلة موعد البرنامج مناسب جدا أيوة احكوا لي كيف موعد البرنامج لأن احنا غيرنا احنا سنة كن يعني إلنا سنتين بنغير يا الله شتعبنا خالد أبو خجيل بقول لك أنا من اللي بقابلين آجي عندكم أساعدكم حق الجار على الجار والله ما بتقصر والله ما بتقصر يا اخي لازم يسعد دينك اذا صح طخله ربا سميح الزواهري تحياتنا لك يا سميح بقول لك رمضان السنه هاي صيامنا اصح صيام في كل الدول اللي اعلى والله انا ما عارف والله هيك بيحكوا لانه امبارح
بين الهلال الصبح وكان يعني يجب الصيام بعد مش عارف ايش بديش افتي فيها فانا مش عالم فلك فعذرا. طيب بس اللي قرأته امبارح انه صيامنا صح والباقي مش صح بدون ذكر اسمه. والله كل واحد بيحكي عن حاله صح قاعد بس احنا عاملين نمشي ما بنعرف. ايوه راح بفرجيكم كيف انه طريقة الحشي راح تكون. ليش في طريقة يعني؟ قبل ما نطلع على ايوه سريع في طريقة انا بحكي لك ليش. ليش؟ هسا اذا بتحشي وبتضغط لجوا بتطلع معك كثير مليانة كثير مليانة كثير مليانة. اما في ناس تحطها حط بتلاقي فيه فراغات فبتلاقيها فاضي من جوا بس تيجي تاكل ما بتحس انها مليانة كثير. ايوه بتلاقي وممكن تطلع منها اللحمة بسرعة بالضبط مع الغلي والقلي هيك تطلعها هيها ترسها ترس بتقعش. أيوة. لو حطيتها بالزيت ما بتقع. ايوه اصلي حلو الكلام حلو بس. الكلام يطلع. عرفنا كيف اعطانا دورة في حشي دورة الشيخ في المحشي. انا انت عارف من السنة الماضية مش كثير بحب اللحمة فبالتالي هاي الاكلة اخر مرة اكلتها انا ملك اللحمة انا بموت على اللحمة. اخر مرة اكلتها ايمتى يا خالد؟ انا ما اعتقد قبل سنين طويلة. بلاش اكبر 97 ولا 96 فاصل ومثل نعود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم الفاصل الاول في حلقتنا. خليكم معنا على اللايف وخليكم معنا على شاشة الحقيقة الدولية راجعين لكم بعد. عودنا لكم من جديد بالرحب في اللي انضم لنا الان على السوشيال ميديا وايضا انضم لنا على الشاشه احمد سيف الدين تحياتنا لك ولينا المعايطه تحياتنا لك و
جمال محمود، تحية محمد، تحياتنا لك يا جمال وكل اللي بتابعونا، وراما معايطة تحياتنا لك يا راما مرة أخرى. آلية السحب، آلية السحب الجائزة راح تكون هي راح ياخذوا الأسماء من على قرص التربية، على قرص الحظ، خلنا نسميه قرص الحظ. يوم السبت في حلقة يوم السبت راح ياخذ الأسماء الأكثر مشاركة معنا والأكثر شير، يعني أكثر شيء بالشير وبالتعليق وباللايك، راح تاخذ الأسماء هاي. وشو ما كثرة الأسماء يعني فرصتكم بتكون أقوى، كل ما شيرت أفضل، فالربح واحد بزيادة. فالربح واحد، أيوة فالربح واحد. تبلك تبلك سبحان الله وبحمده وما شاء الله ولا إله إلا الله. تخيل أنه خلصوا الكوسيات، خلصوا الكوسيات ما خلصوش اللحمة، بعلام نحشيهم. أيوة لا بنحط على الوجه هيك، بنحط في الشوربة. لا اللحمات لا بكرة بنحطها على صحن حمص. أيوة بنفطر. أكلات أبو الخل، هو شو الأخبار هاشم؟ حياك الله حبيب قلبي يا هيثم، حبيب قلبي يا هيثم، تمام الأمور الله يرضى عليك. لينا معايته تحياتنا إليك، وأم طارق الزرو تحياتنا إليك يا أم طارق. زي ما حكينا سياسة التربيح راح تكون بالتعليقات، شو يعني أكثر ناس بتعلق بتشير بتحط لايك معنا. يوم السبت راح يكونوا معنا على قرص الحظ. والمال وحظ لا يتعب، لا يتعب، يقعد ينطب. شو بدك أصغر؟ باركون 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 تناجر لنا تناجر. طيب راح نقلي الكوسة. تش، أنا توقعت إنه في تش، ما صارش تش. أنت مولع النار تحتها؟ تسعة كمان، تسعة ونص. تسعة بدها، جزء بدها تسعة ونص. لازم نشيل البصل عليها عشان ما يعب الدنيا حواليها. أيوة نظف الحبة، حلو المثل ها. لازم نشيل البصل عليها عشان ما يحب الدنيا حواليها. أيوة حلو، شو ها؟ ومنكم نستفيد. صرت أمثال 2024 ليش بس. برنسس إيمان، شكرا لك يا برنسس، وراما وأم عدنان البدوي وأم هاشم. آسيا عليم الله أمي نايمة اليوم، كل عام بخير. الخالي العزيز يا أم الليث تحياتنا إليك، والعم العزيز أبو الليث كل التحايا والحب والاحترام إلكو، الله يعطيك الصحة يا رب، العمر المديد والصحة والعافية يا رب يا رب. شيف أي ساعة أبلش طبخ؟ سؤال رمضاني. كيف شذا؟ شو أخبارك شذا؟ بخلص. شو أخبارك شذا؟ كل عام بخير، صحة والسلام يا رب، كل العائلة والأسرة بألف خير. شو امتى تسألك امتى تبلش طبخ؟ المغرب 6:30. طب انت شو بدك تطبخ يا شذا عشان يقول لك؟ يعني سؤال رمضاني، شو بدك تطبخي؟ شو ما طبخت ازعم طبخة بالحياة كبيرة كبيرة. هذا ساعتين، ساعة ونص معي. معك 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 تفطروا. طب هسا بدي اسألك سؤال، انت لما تطبخ في البيت تقعد تكوم له في المجلة؟ والله جاهز. والله انا عشان هيك تاخذ معي ساعتين. طول عمرنا بالمطاعم. بالمطاعم، ايوه يا حبيبي بالمطاعم. اذا ما بتمشي زيك ما بزبط معك. ايوه فهمت علي، تعودنا خلص. رنا معايط، رنا ولا راما؟ راما المعايطة، ام فارس الترك، احمد سيف الدين، ام عدنان البدوي تحياتنا اليك، ام جمول الكرد. ما بدنا دولاب الحط. طيب من هلا صرت خبروني كيف بدكم آلية التربيح، بالاصبع كذا هيك نعمل عشان نعرف. يلا خبرونا كيف بدكم آلية الحظ. يسعد صباحك، اهلا وسهلا خديجة المصري وفلسطين حرة وراما معايطة. انا ببلش اطبخ من الساعة 4. طيب حلو، من الساعة 4 وبأذن الساعة 7 الا ربع، يعني خروف في خروف في الفرن. لا بدي ثلاث ساعات مزاج. انا ما بدي اطبخ، قصدي لبكره اي ساعه اطبخ. ما بدك تطبخيه بلاش، بكره اي ساعه اطبخ.
لبكرة أي ساعة؟ طب أنت شو تطبخي عشان نقول ليكي؟ فادي فادي كراجة فاد فداء فداء كراجة. آه. تحياتنا لك نورك والله يا فداء. دولاب الحظ أفضل، دولاب الحظ أفضل. طب خلينا احنا حطينا الكوسة مبدئيا. آه. بدنا ننزل اللبن. الشنينة. الشنينة. تشرب شنينة. وراح أحط عليهم شوية لبن رايب كمان. شو بدك تحط؟ لبن رايب. رايب. لأنه أنا بدي أحاول قدر المستطاع إني نلحق الحلو. بدنا نحاول، ما قدرناش، لا حول ولا قوة. يعني بصراحة قدر المستطاع. خلص. طبخات بتفتح النفس، تسلم الأيادي. شكرا لك لك يا كرم. إيمان إيمان شكرا. ونوال الغانم تحياتنا لك يا نوال. هيثم اللي بيعمل شيرات هو اللي بيربح أحسن، لأنه المرة الماضية ضليت أعمل وما ربحتوني. طيب ماشي. حطيت لبن. ماشي اللي بيعمل شيران. حطينا لبن رايب ولبن شنينة. آه. على الغاز. حلو. لبن رايب. ولبن شنينة. ولبن شنينة. طب هاي قلي بينفع الشوي؟ بيزبط شوي. يعني للناس بزبط. اللي بتحب الهيلثي يعني. لا بزبط. ما بتحب القلي. بتحب تكون يعني. لسه هسه طالعين للموديل جديد. شو؟ الاير فاير. اير فراير. ياه. Yeah, you know man. صار كل البلد هيلتي وماشي على هذا الاشي. اليوم كل الاردن طابخين ابيض. اه والله. كل الاردن يا منسف. يا مخشي. احنا عاملين منسف. انا لا احنا مخشي. مخشي. يعني اليوم لو اشتهيت عاد برام في اكل. اه في اكل بلاقيها بالدار. بلاقيها. حلو حلو. ولا الموسى. وعد الشمال سمو الشيخ ام محمد سعد دعاء جوري ام احمد عميرة فاطمة ام احمد. يا اخي الحج مختفي اليوم عندي انا. الحج ما بعرفش. ما هو نايمه ما بعثت لي ولا مسج ولا ايه. ما بعثت ما بعثت. شو شو ام إيه؟ محمد ام محمد ام محمد ايه ما في كل الاردن ام محمد. ام محمد ايه؟ ام محمد عيلة ابوي ولا عيلة امي؟ ما هو شو مسجل حالها هي على الفيس؟ اه حجاوي. حجاوي ايوه عشان اعرف. حجاوي. بدنا نظام برنامج قديم قديم احلى. كيف باش الجوع؟ خلوا الناس تسوي شيرات. كيفكم؟ كل عام وانتم بألف خير. شكرا لك يا مصطفى. طيب ليه ما بتحطوا طحين على اللبن لما بتخلط لحتى ما يفرط يا شيف؟ اسمع الفرط له أكثر من شغلة. اه الفرط يا نشا يا بيضة. يا بيضة يا نشا. يا نشا يا بيضة. طحين بزبطش؟ لا طحين عجين. ما لنا مسلم طحين بتصير عجينة. لا هي اللي بتسأل يعني. مش احنا بدناش نحط كيلو يعني. المقصود نحط رش مثلا. لا نشا. النشا بشده وما تكثره لانه بجبل. ايوه. والنشا بنحله بمي بارد زي الكل ما بيعرف. بمي بارد بالضبط ما ينزل على النشا فان لانه بكبتل جوا بصير. أيوة. زي الحبوب. اماني محمد العلي تحياتنا اليك. هذا مطرب احمد العلي. اه احمد العلي. على فكرة الواحد برات حافظ الدحن مش حافظ الاغنية. صح؟ شيف؟ شيف شيف؟ ايوه ها. ضايل معنا بالضبط 38 دقيقة. او حتى 33 دقيقة. انا السنة الماضية ما عكيت ولا طبخة. لا لا ما بنحكيش بس لا احنا اليوم بس هاي مره التحقنا شوي في شغلات يعني ما كانت كانت تصوير جايبينها 100% او ما يعني ما حزرنا عليها الا في اول حلقه. اليوم لا ما في جائزه يوم احمد عميره. دعاء الكر تحياتنا لك يا دعاء. ساره الصفدي هذولا بطولوا هم هي؟ لا هو مولع الغاز تحكيه؟ نارنا مش زي نار الغازات العادية. زم نارك ولا جنة هلي يا زم. نارنا باردة احنا. يعني ايش عدينه الغاز؟ خلاص الغاز 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 بمعنى لسه 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 لسه
يعني مشغله من الساعة بتعرف؟ ما هي كمية الزيت كبيرة ومساحة القلاية كبيرة، فبتاخذ وقت حتى لو غاز عادي. أم محمد الحجاوي هاي صحيت أمك. خلص صاحي معناته. هاي صحيت. عمر صاحية وبتابعك. خلص. يعني تعكش. ماشي. أيوه. صار لي زمان ما تبهدلت عشان. أيوه صار لك زمان بدور على البهدلة قاعد. ها والله. لا والله كنت درينا صحيك بس. أم فراس الترك، أسماء محمد، مبارك عليكم الشهر وعليكم كل عام وانتم بألف خير، تقبل منا ومنكم يا رب العالمين. يا رب خلال هذا الشهر تكون يعني تكون خير على أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة، إن شاء الله يكون كل الخير لهم بإذن الله تعالى، يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم ويخفف عنهم البلاء يا رب العالمين. شفت بتنظف السكينة انت ولا من؟ بطلعي شو ايوة. هاي تمضاية السكينة الجديدة هاي. قطة يا مقطة قطة. بعض جروح ريج المصري سحر ايش الجروشي. ضايل معنا نص ساعه صح؟ بالضبط بالتمام والكمال. لا صاحي ما عليك اكيد. لا صاحي. ايوه والله نمت كثير امبارح. انا والله انت لو تنام 3 ايام ما بتشبع نوم. معقول؟ معروف. لا صاحي والله صاحي. يوم مين يفطر على المحشيات؟ الشباب بالبركة الشباب. طيب موجودين يعني. إذا لقيتوهم لسه مش مقليين بتكب تقلوهم. تقلوهم. احتمال نخلص قبل الحلقة. لا خليهم بزيادة شوي. بدنا نزيد اللبنات. زيد اللبنات. يعني أنا الكمية حطيتها صح أول إشي بس عشان الشباب يعني تعز حالها شوي هيك. يلا معلش عشان أول يوم الواحد بيكون عن جد مسطل. بيكون مسطل الواحد. والله ما في حدا فيني صاحي. ده أنا صاحي. أكيد. بدهم السحب يدوي بيقولوا لك. طيب اكتبوا بالتعليقات بدكم اياه يدوي او من خلال دولاب الحظ قرص الحظ واتيفر يعني سموه ما شئتم. انتم خبرونا ايش بدكم كيف طريقه تربيح الجائزه تكون. انتم احكوا لنا وان شاء الله طبعا خلال الايام القادمه من الممكن ان يكون معنا جوائز اخرى ايضا في برنامج مطبخ العيله. ان شاء الله راح يكون معنا جوائز إضافية في البرنامج خلال الحلقات القادمة. ساحب يدوي. أم جمول بتحكي ساحب يدوي. مين كمان ساحب يدوي؟ نوال الغانم ساحب يدوي. أم عدنان البدوي. أم جمول مساء الخير يدوي. أم جمول بتحكي يدوي. يدوي أحسن. بدنا يدوي أحلى يدوي. المهم نربح طبعا. نقعنا رز. أيوة الرزات حطيت تنتين مصري وواحدة بسمتي. تنتين مصري وواحدة الطنجرة بتكفيش. مين ما بتكفي؟ بدنا بس هيك صحن صغير جنب ال... لا ما الطنجرة بتكفيش لحجم الرز هذاك اللي انا قاعد كيف ولا لا طبعا اسمك مشكلة. الثالثة الاكبر منها يا هيك يا هيك. يلا لا 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 هاي كبير كثير. ما طبعا اروح لما انا اروح حالي. يلا ايوه يا اعطيني حل. ما تحطش كل الرز ده بس. لا ما هيك دعمل. ما هيك دعمل وفي شعيرية. ولا دير بالك رز بشعرية راح يكون. طيب السحب على البركة بقول لك نايل. ابو صالح كيف يعني على البركة؟ عنية. كيف ما اجت تيجي؟ يلا ماشي. حطينا زيت قلي نباتي اللي هو زيت نباتي. نباتي زيت نباتي.
غانم بقول لك بلاش. جاي يحمى شوي بنزل عليه. او هاي شعريه، ضلكوا زنقوني بالوقت انت بس. ماشي بدنا ماشي. نحمص تعليقات الشعرية شوي. تعليقات على التعليقات ويا دوي راح يكون هاي اكبر من هاي. اسلام اها هاي مولع هديك اللي فوق نطفي هاي عشان ما تشوبش يا ابو اسلام. بعدها عنك شوي. ايوه جلال حياصات سعاد قطاطو، تحيات لك يا سعاد. طبعا برنامجنا يومي راح يكون من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:00، الا 10 دقائق الا ربع يعني حسب طبختنا ايش راح تكون. وحسب الوقت المتبقي معنا بيكون بنحكي انه برنامجنا من الساعة 1:30 لغاية الساعة 3:15. وما ننسى انه الدجاج اللي راح يكون معنا في المطبخ هو دجاج الجزيرة. الجزيرة عشان ما تكون بحيرة ما لك الا غير دجاج. طلعوا الكتكوت، بسم الله ما شاء الله. طلع طلع لا تكتكوت كاشي. كتكوت بيوم برم برم باسل كتكوت ضعيف الجناح. كتكوت ضعيف الجناح. ولا مرة ربحت ولا مرة ربحت. طيب قطعنا فلفل وبصل. فلفل وبصل حلو. بصل للحمة. قطعنا خيار وبندورة وبندورة وفلفل وبقدونس. وبقدونس راح نعمل الرمان ونحطهم مع بعض. يلا والله ما نلحق يا مسلم. دجاج الجزيرة. دجاج الجزيرة راح يكون معنا في كل حلقاتنا. طبعا دجاج الجزيرة هيك كل هيك كل ما يخص الدجاج موجود. كل ما يخص الدجاج يعني دجاج كامل بجميع الأوزان، فراريج أقل من 1000 كيلو موجود، فوق 1000 كيلو موجود، مقطع في عنا زي ما بقول إحنا القوانص المقانص موجود كامل بتغليف رائع وتغليف صحي، وموجود في كل محل في المولات وجميع محلات السوبر ماركت. كل التحية لدجاج الجزيرة اللي ما بيخليك بحيرة دائما يوم بدك تطبخي. يا شيف دقيقة نغسل بس ال اغسل 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 عشان ما يحكوا عني وسخين. اغسل اغسل بدي اغسل اغسل بدي اغسل. قلت له 24 دقيقة ضايل بس ما راح نلحق الطبخة ما كلها. الرمان غمضوا لي عيونكم شو بده يصير. شو لا بحياة الله الرمان بطلعش على الأواعي بالمرة. الرمان طب وأنا لابس أبيض مشكلته. لا سهلة. أيوة أيوة خذ النص اللي على الشمال بس اللي مليان. رمان نسكب السلطة احنا عشان نسكب اخر اشي المخشي. اسلام اللهم اشفي كل مريض. ايش بدك معي انت؟ انا معك. شو بدك قل لي بس انت قل لي. انا ما وعاش هم اللي قالوا لي على شعرية اني ما انحرقت. ما انحرقتش لسه؟ لا لا اكيد. شايف شو فايدة الغاز الحميم؟ انت شايف لي الرز شو بكفو؟ يا الله يا سيدي ماشي. شايف لي الرز ماشي يا سيدي. هو بس تطخ علي بس. ختام الشيبي اهلا وسهلا يا ختام. ياسر ناصر تحياتنا لك يا ياسر ناصر. هنقلبه شوي. قلب يا سيدي. قلب قلب وين وين عيب علي يومين. خليها الغاز. هات انا بقلب. روح 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 هاي روح طالع يا سيدي. ورشة ملح على الرزات. اخوان الفلفل الرز فيش حدا بيعرفش يفلفله صح؟ ما بدوش شطارة. هاي رشينا رشة الملح.
خلاص استوى انا هيك، سكتنا اثنين استوى مركزين. استوى هيك. عرفت شو مالي بكون لما اكون بحرك الاكل وساكت؟ ها هذا الشعور. الكوسه هيك وضعه بتخيل يعني في السيف سايد او تقريبا استوى. طبعا اللبن ارى فيه كيف يعني، في ناس بتحط شويه مثلا كركم، في ناس بتحط شويه مرق دجاج، في ناس بتحط تومي. هاي خايلة البيع يا اخوان، من دل السبعين طالبين 2000 ليرة، هذا في أربعة جيد في فتحة في السقف. لا السقف كله كشف بصير. فبحكي عن اللبن، كل واحد بحبه إشي، في ناس بتحبه بثومي، ناس ما بتحبه بثومي، ناس بتحبه مرق دجاج، ناس ما بتحبه مرق دجاج، صح. تعددت الآراء والموت واحد. الموت واحد. طب بدك تحط شيء على الرز هذا اللي قاعد بتعلم على الغاز؟ مي بس خليه بتحمص عادي ما في مشكلة. سخنت له مي؟ اه. طب لعاد نحر، حاسس ولد صغير مفايتين نحممه. سخنت له مي؟ سخنت له مي. هاي حاطين الرمان على السلطة، يعني ان شاء الله نلحق نلحق نلحق. احلى مطبخ واحلى شيف يا سيدي، يا زلمه يا سيدي يا ميساء السمهوري، الدعاء لاهل غزه، احلى مطبخ، شكرا لكم. طبعا امبارح نزلت انستغرام، ايه امبارح نزلت انستغرام على اي قناه؟ على اي طب على اي فيسبوك على ايه. طب نزلي لهم طبعا. برجع واحد ثالث بقول لك ايش على اي قناه؟ بدك تعيد. بدك تعيد. بدك تعيد. رائع جدا. خلاص بكفي رمان. رمان رمان زاكي زاكي. بس انا راح اضيف شوية مرق دجاج مبدئيا. شوية ايش؟ شوية ايش؟ مرق دجاج. مرق الدجاج. بس احنا ضيعناها؟ لا ما جبنا. ما جبنا مرقة. لا لا صح، ذاك شوي عليها هي ضفتها. في ام فراس بتحكي بتحط ثوم وكزبرة عليها. بقول لك هي اراء، هي كل بني ادم بتلاقيه يعني، لكن ما يعني ما بنحط شيء اللي يخرب الطعم، اللي ينزع الطعم. ايوه بالضبط. اللي نبتعد عن النكهه تماما لا ما بيزبط. يعني ما بينفعش نحط مثلا على المنسف قلي باذنجان. يعني خوات بتلاقوهم سنتين خوات وعندهم بهارات سنتين. كل واحده بتطبخ شكل صح. حط مي على الرز يا لو سمحت، هيك بيقولوا لك والله. هاي بدي احط والله بدي احط. والله هم بيقولوا. على فكره هو مش على الغاز، هو جنب الغاز هيها. طب لا بلا تنحرق الايد. لا هو جنب الغاز بس انا بستنى المي تسخن بالهيتر. بتسخن ما عليك انت ما عليك، انت اصبر شوي خلص. ها بتسخن. يلا نروح. غانم الغانم، ثوم وكزبره للكبه اللبنيه. ثوم وكزبره على الكبه، هي اراء والناس دق ببعض لليوم على هذا الموضوع. لا بده كمان شو بده شو بدي انزل اشوف عياره. بس نقعد نعلم احنا لسه. يا الله وانت معلم، حط المي على الرز راح يحترق. هيك كاتبين. هاي حطينا. مشكلة ابو سلام قال لي قبل شوي ما بتكفي وهاي كلها. كل عام وانتم بخير. هلا اختي هناء، الله يرضى عليك يا اختي، يعطيك الصحة. وكل عام وانتم بخير والصحة والسلامة. اقرا تعليقات الناس انا اهم من كل شيء. تعليقات المتابعين اهم صح من كل شيء. صح صح ماشي. انا بعملها مثل الشيف، طريقته روعه. ها شفت شو ملناش دخل. محمد ها
كل الاحترام لك استاذ خالد. شكرا شكرا لكم جميعا، كل عام وانتم بالف خير. شف بعدنا اول يوم في رمضان، اقسم بالله اني ضايع وعجقوني بالوقت. ضايع 17 دقيقة اطلعهم انا ساعدك. بدك تعمل شيء ثاني انت يا ساعدك؟ يعني انا خايف تلزق لي اياهم بالفاين. كيف يعني الزق؟ انه ما بلزق بالفاين. طيب هاي طلع. طب ما هي طلعتها يعني شو؟ خلص خلص ها. طب هات تطلع سابق. ما ضلش علينا غير نحمص الحلوم. انا بس بدي اساعدك بس يعني لا اكثر ولا اقل يعني. ماشي تعاونك بس. طبعا الكوسه هاي يعني كان كنت تشتروا من السوق، في بيبيعوها محفوره جاهزه في بسوريا اسمه سوق التنابل. والله جد هيك بيبيعوها، الدوالي ملفوف، الكوسه محفور، بالاردن موجود هذا الشيء عندنا. في لا صار عندنا هون، صار عندنا في معظم المولات، معظم محلات سوبر ماركت اللي اكبر من 5 بواب بتلاقي عندهم الكوسه، في عندهم ثلاجه فيها الكوسه محفور فيها. كل شيء جاء البقدونس منقبينه، البقدونس كله ناعم. كل شيء موجود وكل شيء. شو هو تقع فضحه؟ لا لا ابو سلام بلد. ايش هاي 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 يلا انفلمت بس انفلمنا. طبعا هسه في شغله، بحط الكوسه بمصفاي وبغسلها بمي سخنه. حلو. بدنا تعمل صينيه بطاطا. لسه جايك. لسه احنا في اول رمضان. لسه يا اخوان لسه. ايوه شو رايك تقترحوا علينا؟ تحياتي لكم جميعا. شو رايك تحترقوا تحترقوا علينا؟ انتوا احترقوا ما عليكم. احترقوا. طيب هاي الرز جاهز. هسه عشان الوقت انا بحطها بمصفاي. بحطها بمصفاي تمام. وبحطها تحت المي السخنه، بتنزل كل الزيوت اللي فيها. مصفاي تحت المي السخنه. تحت المي السخنه اللي احنا فيه نزل كل الزيت، نزل كل الزيوت، بتخفف. بتخفف كثير، تخفف دمك. بس معناش وقت، فراح انزلها على طول. سمح يلا نزلها يا سام. ما شاء الله. طب شو بدنا نعمل؟ اضطرينا. يلا معلش. هسا في ناس بعرفش اذا الكلام مزبوط ولا لا، بعد ما تغلي طب حطها على العين اللي عليها. حط شويه ماجي عليها. هاي النار ولا كويسه؟ لا ست منيح. في ناس بعد ما تخلص تقلب هون هيك بتحطها ببايركس وبتحطها بالفرن. لا هسه بتكون مش مستويه. مش شو هذا اجتهاد يعني بيكون يعني ولا في ناس بدل ما تقلب ولا فلسفه؟ في ناس بدل ما تقلب في ناس تشوي مزبوط بس يعني انها تنحط بالفرن فلسفه ما لهاش داعي. طب ليه بالفرن يا اخي؟ بسال. ما بعرف شو بعرفني، اول مره بسمع. ما قال لا اعلم فقد افتى. شو بدي افتي؟ اقول لك والله ابوي اسم والله ما بستحوا قلبي. عمره الاكل مكان هيك. لا لا في 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 ما احنا متفقين انه كل الناس لها طريقتها في الاكل. اكيد ولا فما نقعدش نعلم على الناس، لكن احنا بنشرح بعض الطرق. لا بس يعني بعد لكن في طرق يعني متداوله في الاردن. ماشي يعني معروفه في الاردن. بعد ما قلاها احطها فرن ليش مثلا؟ اعطيني شو يا اخي. انا مثلا بنعمل مرات المحشي العادي، مش الشيخ المحشي هذا اللي بلبن. انا ما بحبه باللحمه هذا. بنحط المحشي البيتنجان او البندورة، محشي الكوسة والبيتنجان، وممكن نعمل فليفلة، ممكن تعمل بطاطا، وبنشيله من الصوص الاحمر هذا وبنحطه بباكس ونحطه بالفرن. هو مستوي هيك بيعطي 100%. زاكي بصير بزبط يعني. فانا عشان هيك سألك بس. حق مش عليك، حق مش عليك. اللي انا طول يا جماعه طول الوقت وهو يقول لي خالد، استاذ خالد اقعد على كرسي، اقعد على كرسي، اقعد على كرسي، بديش ابين قصير كثير، لان احنا رمضان السنه هاي راح يكون جنب بعض انا وياه. مين اصلا الثاني؟ خذنا الكاميرا اللونج اقطع. ايوه شوف هاي وقت،
شايف مبين اطول مني هو. شوب شوب بالصايب الله يعطي العافيه يا رب. مش عليه اذا انت شباب انا شو اعمل بحالي؟ استنى شيء بدنا تعملوا صينية بطاطا. ماشي 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 يا هيك والله غيرنا هذول صينية بطاطا والله. خلاص ماشي اليوم معزومين صبحتوا مع مين؟ مين بل 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 بل. صحيح مين من اول يوم انعزم؟ خلينا نشوف الناس كيف الوضع. مين اول يوم انعزم في رمضان؟ مين معزوم اليوم ومين عازم؟ خلينا نحكي مين معزوم ومين عازم. انتوا عازمين ولا معزومين؟ احنا عازمين ولا عازمين؟ في البيت. معزومين قاعدين في الدار في البيت. صهيب معزوم ولا عازم في البيت؟ عدلات معزوم ولا عازم؟ معزوم وعازم مع بعض يعني بفطر في الشارع. هذا هو الشيف الصغير. اقسم بالله هو انا فيه شويه بس في شبه صح. حرام هو انفه كثير صغير. انا كان لا هو مالوش انف بالمره معمول على المالج وجهه ومنعمينه. شو اللي كان يضيع السنه الماضيه وما كنا نلاقيه؟ خلص لقيت. لقيتها. ايوه انا عند دار عمي. راما معزومة عند دار عمها. راما معارفة لك لا عصر على قلبي. اليوم معزومين عند حماتي فادية كراجة في البيت. ايثم في البيت معزومين عند حماتي دعاء الكل. بلاش دخل. انا عزمت دار عمي ام جمول الكرد عازمي دار حماها. لا عازم ولا معزوم. سعاد كل عام انتم بألف خير. عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. كل عام انتم بألف خير جميعا. كل عام انتم بألف خير. ربنا فرجها على غزة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين وعلى أهلنا في فلسطين. أنا قرايبك أبو إسلام. ميت أهلا وسهلا. ميت أهلا وسهلا بكل الناس وبالقراي وبالأهل. كلكم أهلنا وحبايبنا الله يرضى عليكم. أهلين يا فادية. أماني محمد العلي. عزمي أولادها. أم فادي عندها أولادي عندي او لا هم يعني مش معزومين هم عندك في البيت يعني موجودين. ضرب راسي دعاء الكرد ياسر ناصر. يا سيدي وين بتخبص لحالك؟ بدي ازيده شويه نشا بس. شفتوه بخبص لحاله. انا عارف والله عارف. انا سالت على فاصل. انا ما لقيت. ابو فاروق بقول لك انا معزوم في القناه اليوم. يا زلمه انت اهلا وسهلا. ابو فاروق يسعد قلبك. لازم اقول لك انا بلف لك ولا في لك يا ابتكاوي وبضلني جايبها معي. طبعا تحيات لزميلنا محمد الفاروق وزيد العورتاني وكل الزملاء في قسم الاخبار. ايضا درغام العزة وعبد الرحمن سلامه وساجد البزايعه وسوما الكرد ونادين المعايطه ونور الديري ومحمد الجبر واحمد العميان يحيى القيسي اسماعيل ابو خميس حسن العوراني وايضا راشد المعايطة. كل التحية لك يا راشد. نسينا حدا؟ نسينا حدا. محمد ابو ابراهيم حبيب القلب. يا محمد ابو ابراهيم الله يرضى عليك. استنى شوي خلينا نحط خلينا نعرف على ايش بدور. ايوه انا مرات بفتح النت بعرفش شو بدي اطول. انا عامل زيك والله. انا زدتها نشا. بس نصبر عليها شوي. نصبر عليها شوي. بدنا نعمل السلطة. نعمل السلطة. ميساي السمهوري. راح نحط ليمون وزيت زيتون. ايوه. وايش؟ ودبس رمان. وسماق. أيوة. وسمسم بالصوص. وسماق وسمسم. عصرنا ليمون. أيوة. هاي دبس رمان. دبس رمان. ايوه. على الليمون. علموني هني علموني ما عليك مخبى يعني احنا بس على حبك فتحوا عيوني. خالد ابو خجيل عازمين ابني انس ومرته. الله يخلي لك انس يا خالد ابو خجيل. والله انا لا عازم ولا معزوم. اللي بيسألني لا عازم. انا اقدم متابعة مع ام جمول. انا اشهد والله. ورانيا قديم. رانيا وريكات. انا صهيب بريل قاعد.
لا قاعد لحاله بتحسر. حطينا سماق ودبس رمان. مساء العنبر ممكن النمبر. ايوه التعليقات الحلوة هاي الافيهات الجميلة الجميلة جدا. يعني ما بنقدر نحط السماق لحال والزيت لحال. يعني اسكى بصراحة كل شيء باخذ طعم طعم بعض. بشم جاي محمد عدلات جاي يشم. حرك حرك. هسه احنا بدنا نطول الكوسة وبدي اشده بنشا. اها. احنا لانه بنعمله قاعدين مستعجلين نزل كل الزيت وين؟ تحت. تحت. شمت شو؟ بدي اشده. اصبروا شوي. طيب اعطيني هاي. كعتات كأس العالم. طيب خلينا نطلع الفاصل الثاني. نطلع الفاصل الثاني في حلقتنا هذا اليوم ومن ثم نعود لاستكمال حلقتنا هذا اليوم. فاصل. Thank you.
الأخير وكل التحية للي بلش يتابعنا الآن في نهاية حلقتنا، واللي حلقتنا بلشت من الساعة 1:30 لغاية الساعة 3:45. هذا هو توقيت برنامج مطبخ العيلة في رمضان. طبختنا اليوم اللي ما لحق، اللي هي عبارة عن شيخ المحجي، شيخ المحشي، شو بسموه، أسماء ثانية، شيخ المحشي، كوسة بلبن، كوسة بلبن، مخشي، هاي أسماءه الموجودة في دولنا العربية، كان سوريا ولبنان والأردن، ما بعرف إذا في شمال أفريقيا في دولنا العربية في الوطن العربي أو إيش يسموها، اللي بيعرف يبعث لنا. طبعا دقائق راح تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، عشان تكونوا عارفين اللي هي آلية التربيح عنا راح تكون من خلال أكثر تعليق وأكثر لايك وأكثر شير راح يكون معنا. لغاية الآن هم بيحكوا باليد، لكن عشان إحنا نطلع أسماء أو نعرف مين أكثر واحد شير ومين أكثر واحد علق ومين أكثر واحد لايك أو حط لايكات، راح تكون على دولاب الحظ لغاية ما الشباب يعرفونا طريقة اللي تكون مرضية للجميع عن عالية التربيح. والجائزة عبارة عن تعليق الذهب للأطفال، تعليق الذهب للأطفال مقدمة من مجوهرات الأخوة، دكتور موفق عضيبات، أصحاب مدارس وروضة حواء وآدم النموذجية، جرش. أم فادي البدوي تحياتنا لك يا أم فادي. سيف تحياتنا لك يا سيف، فلسطين حرة. بنربحك إن شاء الله يا سيف، إن شاء الله تكون من الرابحين. اللهم اجعلني من الرابحين في هذا البرنامج الرائع إن شاء الله، إن شاء الله يا أبو سيف. مستم شوف البنات. يا سيدي يا سيدي، شغل نظيف نظيف نظيف. شباب وصوا شاورما. لكم خالص الاحترام والتقدير. ختام الشي بي، الله يعطيكم ألف عافية، أنتم في الصدارة دائما. شكرا يا سعاد قطاطو. دقيقة ورح تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. دقيقة ورح اسكب لنا الرزات. أعطيني أسكب لك الرزات بس نطفي الغاز لأنه أنا ولعت. مش قادر. أعطيني أسكب لك الرزات. لا ما أسكب لكش الرزات. أقدم لك إياها. لا إيه؟ بقول قدم لي إياها. بقوله لا، كأس العالم هذا كأس آسيا. ما تفكرنيش. اسلام. هاي للرز، هاي على الرز، وهاي بنرجع نشغلها، نعمل شغلة خطة إيه؟ الحلوم هي اللي ضايلة علينا. اقلي الحلوم. واو، ضايل معنا دقيقة ساخنة ولا خلصت الحلقة؟ يلا طيب بلاش هسه، هي بس بشوية زيت وبتشوحوها. نقلي بسريع. يلا الله، مو مشان شي، مشان صحتكم. قلبها قالب. انا فقدت طول يحط. لا يا سيدي، احنا ما بنقلب، احنا ما بنحط، احنا بنقلب كله لنا. كل الأمينة هاي كله لنا. الله، زمان ما كنا نعمل الرز. زمان الله يرحمها الوالدة ويا رب يرحم جميع موتاكم وخلي لكم أمهاتكم جميعا، ما كنا نعمل الرز بدون شعرية. يعني من جديد، يعني مش من جديد، يعني في ستات مستحيل تعمل الرز إلا بشعرية، يعني مش بدون شعرية، لازم شعرية ضرورية مهمة أساسية. وفي ناس ما بتحط شعرية، يعني خلص بعض الأكلات بتحط شعرية ومعظم الأكلات ما بتحط شعرية. كيف بس كويس، لا فنتاك مو عشان شيء، عشان صحتكم. شو حطيت زيت زيتون على الوجه؟ زيت زيتون.
بقلبها بس هيك عشان ختام الشيبي فلسطين حرة، روعة ما شاء الله عليك يا شيف، والله مبدع، ربحني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكونوا كلكم معنا من الرابحين في برنامج مطبخ العيلة في رمضان، ان شاء الله تكونوا كلكم من الرابحين. مو عشان شيء، عشان صحتكم بس. استنى شفت اللي كانت مدوره بايدي؟ احنا ضيعنا الدنيا. شيء شيء انا لما تحكوا لي ضايل وقت بتحس حالي امتحان توجيهي. بقول ليش مدوره؟ طبعا الخطه اللي راح تصير هسه هو في سحر. يا رب النصر لأهلنا في غزة وأهل فلسطين. آمين, آمين يا رب العالمين. أم فادي شكرا لك يا أم فادي. أم إيمان الخطيب تحياتنا لك. رانيا وريكات تحياتنا لكم جميعا. طلع بارد. بحاول أقليهم ما ضبطت. طلع بارد. حط حط. لا 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 نحبس الدنيا. أيوة تشويحة بس. طب خلينا نسكب السلطة. حطينا سمسم ودبس رمان وزيت زيتون وعصير ليمون ورمان وبقدونس وبندورة و وبس وسماق. راح نسكبها هيك. يما الريحة. أنا بس سلطات سلطات بتتكلم لغات. ايوه ايوه دائما لما تسكب السلطه خلي ايدكم راخيه عشان المي واسكبوا نص فبتطلع معكم 100% السكبه. ها خلاص هذا خلاص نحط الحلوم. اجعل القميص في رمان اذا بدك على القميص. خلص ابو سلام خلاص خلص. هي مفروض تطلع جولد اكثر من هيك بس عشان الوقت ما راح نقدر نطلعها جولد عشان ننزل عليها هيك. اسكى اشي يبلت الحلقة هاي الحلو يعني بجنن الحلو. بنصحكم هم كله حلو لغايه ما ايش. خلينا ننزل هذا هون هيك على سريعات. ايوه اعطيني هاي عشان اخر اشي وننظف هون شوي هيك نخفف. اسكى اشي بالميات هدول شايفهم الخلاصه. مساء السمهوري اهلا وسهلا فيك. انتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتهت على زي ما بقولوا بخير وبعض ال شويه اللبكه. خلص هيك انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا باذن الله تعالى الساعه 1:30 باذن الله انا والشيف عمر بوجبه وطبخه ووصفه جديده في مطبخ العيلة في رمضان. كثفوا تعليقاتكم، كثفوا الشير وكثفوا اللايك عشان ان شاء الله يوم السبت نسحب على تعليق ذهب مقدمة من مجوهرات الاخوة دكتور موفق اعظيبات اصحاب روضة ومدارس حواء وادم النموذجية. باذن الله نلقاكم على خير غدا في حلقة جديدة.